احتفلت الملكة رانيا قرينة العاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين بعيد ميلادها 53 الذي يوافق 31 من أغسطس، وهي مناسبة لاستحضار الأنشطة والمبادرات التي تقودها في مختلف المجالات سواء داخل الأردن أو خارجه. وخلال هذا العام تابعت قرينة العاهل الأردني برامج التواصل المحلي من خلال زيارتها للبوادي والقرى والأرياف في محافظات المملكة لتلتقي شباب وشابات الوطن وتطلع على أعمالهم وتستمع إلى طموحاتهم والتحديات التي يعملون على تدليلها. وحمل هذا العام مناسبات سعيدة وأفراحا للعائلة الهاشمية، وذلك بزفاف سمو الأمير الحسين ولي العهد، وكذلك زفاف سمو الأميرة إيمان وتخرج سمو الأميرة سلمى من الجامعة وتخرج سمو الأمير هشام من المرحلة المدرسية. وأقامت جلالة الملكة رانيا حفل حناء لسمو الأميرة إيمان وحفل عشاء بمناسبة زفاف الأمير الحسين، واشتملت على معزوفات وأغاني تراثية وشعبية شارك بها فرق أردنية وفنانات أردنيات. وفي شهر رمضان المبارك سيرت الملكة رانيا للعام الثاني على التوالي بعثة لأداء مناسك العمرة على الصعيد الدولي، وفي قصر باكنغهام شاركت الملكة رانيا في نشاط استضافته الملكة كاميلا بهدف زيادة الوعي حول العنف ضد النساء والفتيات، وذلك بمشاركة عدد من الشخصيات الملكية من المملكة المتحدة وأوروبا. وفي البيت الأبيض وضمن زيارة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التقت السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية جيل بايدن، وأمام حشد من أعضاء السلك الدبلوماسي الأمريكي ألقت الملكة رانيا كلمة خلال الغذاء الدولي الذي تلا إفطار الدعاء الوطني لعام 2023 في العاصمة الأمريكية. كما دعت الملكة رانيا إلى تبني ما تجسده الصلاة من قيم في حياتنا وعالمنا، وأكدت أن الدين ليس مأوى للاختباء بل هو منطلق للحياة. كما تهتم الملكة رانيا بقضايا اللاجئين، حيث قامت بالعديد من الأنشطة لحشد الجهود الدولية في وسط جلسة حوارية لمبادرة كلينتون العالمية. كما حضرت إلى جانب جلالة الملك عبد الله الثاني مراسم تتويج جلالة الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا وجلالة الملكة كاميلا في لندن، كما شاركت في شهر أبريل في مراسم جنازة جلالة الملكة إليزابيث الثانية.